الرئيس السيسي يلتقي سلطان عمان في ختام زيارته لمصر ويؤكد حرصه على مواصلة العلاقات المتميزة بين البلدين. في إطار التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير، رئيس الوزراء يشدد على البدء الفوري في مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري. غدا انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني وقضايا الصناعة والاستثمار محور المناقشات، 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطان عمان قبل انتهاء زيارته ومغادرته البلاد، حيث أكد الرئيس السيسي والسلطان هيثم على الحرص المتبادل لمواصلة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، حيث أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر. وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات. وأعقب ذلك توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد جلالة السلطان مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107,000 مصلي. كما تفقد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وهي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط. مدينة الفنون والثقافة اللي احنا في قلبها في الأوبرا، الأوبرا مبنى الأوبرا ده نقدر نقول أكبر دور أوبرا في الشرق الأوسط، بحيث أن عدد المقاعد الموجودة بها حوالي 2200 مقعد للجمهور. ما شاء الله. كما تضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن. وقد كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمطار القاهرة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وذلك في إطار التجهيزات الخاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين. خلال الاجتماع تم استعراض المقترحات والرؤى
المقدمة من جانب كليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة، وذلك لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري. كما تم استعراض مقترحات الهوية البصرية الدعائية لمدينتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى التصميمات المختلفة الفائزة خلال المسابقة الطلابية بهذا الشأن. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في أعمال تنفيذ مشروع التطوير خلال أيام القليلة القادمة، على أن تتولى كلية الهندسة في جامعتي القاهرة وعين شمس الإشراف الكامل على مختلف أعمال تنفيذه. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، فضلا عن وجود احتياطي آمن بها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية. كما أكد مدبولي أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أي محفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات. تستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، وذلك تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، وذلك بحضور نحو 4000 مشارك. هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999. كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية. استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله السيد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي على هامش الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ. تشهد الاجتماعات حضورا رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة، بالإضافة إلى حوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية. تأتي الاجتماعات في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، خاصة من الناحية الاقتصادية. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تنطلق غدا الثلاثاء ثاني جلسات الحوار
أو المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث تعقد 4 جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا لجنة الصناعة وجلستان لمناقشة قضايا لجان الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وكانت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي قد ناقشت الأسبوع الماضي القضايا الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية، وتضمنت قضية برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة، بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى لقضية صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها. أكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إيهاب الطماوي في تصريحات للتلفزيون المصري أن الجميع في الحوار الوطني يسعى إلى تحقيق التوافق، وأشار إلى أنه داخل الحوار لا يوجد أكثرية وأقلية، فالجميع يطرح الآراء بشكل حر وشفاف. إحنا في الحوار الوطني بنسعى للتوافق، المساحات المشتركة، وعند الاختلاف في الآراء وتنوع الآراء نعرض جميع الآراء. لوائح الحوار ليس بها تصويت، ليس بها مغالبة، ليس بها أكثرية وأقلية. وبالتالي النهاردة وعلى مدار ساعات طويلة أقدر أقول لسيادتك أن طرح 3 آراء. رأي يرى أن القانون القائم للأحزاب كافي، وأن علاج بعض المشكلات الخاصة بالأحزاب تتعلق باللوائح الداخلية أو التنظيمات الحزبية وما إلى ذلك من الأمور. بعض الآخر يرى ضرورة تعديل في بعض أحكام قانون الأحزاب القائم، بزيادة دور لجنة شؤون الأحزاب
بإتاحة الفرصة لأن يكون ضمن المتبرعين أشخاص اعتبارية مع الأشخاص الطبيعية، بجعل أدوات تساعد في دعم التعددية الحزبية والسياسية. وده رأي، في رأي بيقول لا، اعمل قانون كامل للأحزاب السياسية من أول وجديد. لكل رأي احترامه. أكد مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني علاء عصام في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد أن هناك العديد من التوصيات التي جاء في مقدماتها البحث عن قانون يتوافق مع الدستور. شدد على أنه تم التوافق على تنظيم ورش عمل لوضع تصور حول القانون الجديد. يعني طبعا هناك توصيات كثيرة خرجت عن هذا الاجتماع أو هذه الجلسات. التوصية الأولى أن نبحث قانون للمحليات ونظام انتخابي يتوافق مع الدستور، لأن الدستور محدد نسب وكوتا للشباب 25% وكوتا للمرأة 25% والعمال والفلاحين 50%. فإزاي نقدر يبقى عندنا نظام انتخابي سواء كان قائمة مغلقة مطلقة أو نظام قائمة نسبية أو فردي أو الجمع بين هذه الأنظمة بما لا يخالف الدستور؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، نحن اتفقنا على ورش عمل. احنا النهاردة قلنا أفكار عامة، وكل واحد وكل حزب وكل مسؤول أدلى بدله في أفكار عامة حول هذا الموضوع. لكن في ورش العمل دي التوصية التانية بقى للجلسة، هنقعد مع بعض نعمل عصف ذهني فنيين وخبراء وسياسيين لأن يكون هناك تصور حول هذا القانون. وفي ملف الأزمة السودانية، أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع قوات الدعم السريع بأجزاء من العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أنه وجه ضربات لتجمعات من قوات الدعم شمال ووسط وجنوب الخرطوم، نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من قوات الدعم. وأضاف الجيش السوداني أن المجموعات من الدعم السريع قامت باقتحام سفارتي باكستان وقطر وأتلفوا المحتويات داخل السفارتين. تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سمبل الدولي، بجانب الموقف الدولي بكركر. هذا وتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعايا الدول، ذلك عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. أهلا بك محمود، الأوضاع اليوم تفضل. نعم، بعد التحية، الأوضاع اليوم هو التزايد المستمر والإقبال من الوافدين عبر معبري قسطل وأرقين في الحدود البرية. لكن في هذه الخدمة الإخبارية سنتحدث عن ثلاث نقاط جديدة. النقطة الأولى متعلقة بزيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لمحافظة أسوان ولقائه بعدد من الوافدين السودانيين. الوفد يعني أشاد بالجهود المقدمة من محافظة أسوان لدعم الأشقاء السودانيين، وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية. كما أشاد أيضا الوفد بالخدمات الصحية والنفسية واللوجستية المقدمة للأشقاء السودانيين، وأكد أن هذه الجهود يعني تضافر فيها الجهود الحكومية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني وبعض المتطوعين. وأكد الوفد أيضا على أن هذه الخدمات المقدمة
تؤكد على قوة الترابط بين الشعبين السوداني والمصري، وأن يعني هناك روابط وقواسم مشتركة تجمع بين الشعبين الشقيقين من الجوار وأيضا من العلاقات القوية بين البلدين. وكان له الوفد التقى بعدد من الوافدين السودانيين وأيضا ممثلي المجتمع المدني وبعض الجمعيات والمبادرات الذين يقومون على المبادرات المجتمعية للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات والخدمات المقدمة للشعب السوداني الشقيق. فهذه هي الزيارة التي كانت اليوم لمتابعة الخدمات التي تقدم للسودانيين. النقطة الثانية التي رصدناها من خلال لقائنا بعدد من السودانيين عبروا بكل كلمات يعني تملأها المحبة وأيضا التعبير عن الأخوة بين الشعبين السوداني والمصري، وأكدوا أنهم ليسوا لاجئين بل أنهم يتوجهون إلى بلدهم الثاني مصر، وعبروا أيضا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وللسلطات المصرية على التسهيلات الموجودة داخل معبر قسطل وعلى فتح المعابر واستقبالهم. ورأينا أيضا يعني الأطفال الذين يقومون باللعب، فهناك يعني مشاهد من الفرحة والبهجة، ووجدوا من هذه الأرض الآمنة أرض السلام مصر وجدوا متنفسا للبقاء مرة أخرى، وأيضا مشاعر من البهجة والفرحة على وجوههم بمجرد أن خرجوا من الخرطوم نظرا للاشتباكات الموجودة هناك وصولا إلى هنا في مصر وفي معبر قسطل وفي مدينة أبو سمبل أو حتى أسوان. النقطة الثالثة والأخيرة هي الحركة التجارية. كنا قد تحدثنا عن بعض الحافلات التي كانت محملة بالعديد من المواد الغذائية بالأمس وتوجهوا إلى معبري قسطل وأرقين. هذه الحافلات اليوم دخلت بالفعل إلى معبر قسطل وعبرت إلى الجانب السوداني. عدد من الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد من المواد الغذائية، فهذا يدل على عودة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن هناك حجم كبير من التبادل التجاري حسبما يعني أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في العام الماضي 2022 أكثر من مليار دولار مقارنة بالعام السابق له عام 2021 بزيادة 18%. فهذه الحركة أيضا يعني مستمرة رغم الاشتباكات التي كانت في السودان، وأيضا هذه الأعداد ستزداد خلال الأيام القادمة نظرا لدخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ. فيستطيع عدد أكبر من السودانيين المتواجدين في الخرطوم في المجيء إلى معبر قسطل، خاصة بقربه من القنصلية المصرية في وادي حلفة في السودان. فهذه هي الصورة من ميناء أبو سمبل النهري، وهذه النقاط الجديدة اليوم في المشهد، وربما المشهد والأعداد أيضا ستزداد خلال الساعات القادمة خاصة مع استمرار عمل العبارات على مدار اليوم. كفيت ووفيت محمود جميل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه الجولة الإخبارية لا تزال مستمرة وتتابعنا فيها. أرمينيا تعلن استعدادها للاعتراف بإقليم كاراباخ كمنطقة آذرية شريطة ضمان أمن الأرمن فيها. أعلن الجيش الأوكراني أن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا ولحقت بهم أضرار بعشرات المباني في هجوم جوي روسي على منطقة دنيبرو بيتروفسك. ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا استخدمت في الهجوم 16 نوعا مختلفا من الصواريخ بالإضافة إلى 20 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز. إلى ذلك، أفادت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية بأن التيار الكهربائي الخارجي عاد لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد انقطاع قصير في أعقاب اندلاع حريق في منشأة للكهرباء في مدينة زابوريجيا. هذه هي المرة السابعة رسميا التي ينفصل فيها هذا المجمع النووي الضخم عن شبكة الكهرباء منذ سيطرة الجيش الروسي عليه في 4 مارس 2022. ووفقا لشركة إنر
غولتوم الأوكرانية العامة، فإن الانقطاع السابق مطلع مارس الماضي كان بسبب موجة هجمات صاروخية روسية. يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي لمواصلة المفاوضات حول ملف سقف الدين الأمريكي. تتبقى 10 أيام أمام الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة الأمريكية بمواصلة سداد التزاماتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لمعالجة ما وصفته بتشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة ميكرون الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتاز مراجعتها لأمن الشبكات، مشيرة إلى أن منتجات ميكرون تشكل مخاطر أمن جسيمة على الأمن القومي الصيني. وإلى المغرب، حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم بلغ في أبريل الماضي 7.8% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس. وقالت المندوبية في إحصائياتها أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة بلغت 16.3%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أو غير الغذائية 2%. قفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ نحو 40 عاما. أعلن المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الرئاسية التركية سينان أوغان دعمه للرئيس المنتهي ولايته رجب طيب إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. طالب أوغان من مناصريه التصويت للرئيس إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات. كان أوغان قد حاز على 5.2% من الأصوات في الجولة الأولى. هو قومي تركي وعضو سابق في حزب الحركة القومية ومرشح تحالف الأجداد في الانتخابات الرئاسية. نقلت مصادر إعلامية روسية عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قوله إن بلاده مستعدة للاعتراف بأن منطقة ناغورنو كاراباخ جزء من دولة أذربيجان المجاورة إذا ضمنت الأخيرة أمن السكان من أصل أرميني. وشدد رئيس الوزراء الأرميني ضرورة مناقشة هذه القضية في محادثات بين البلدين. ومنطقة ناغورنو كاراباخ مصدر صراع ما بين أرمينيا وأذربيجان منذ سنوات التي سبقت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وبين طائفة الأرمن والآذريين منذ أكثر من قرن.
دعا رئيس الوزراء اليوناني المنتهي ولايته كيرياكوس ميتسوتاكس غدا فوز كبير لحزبه في الانتخابات التشريعية. دعا إلى اقتراع جديد في 25 من يونيو سعيا لغالبية مطلقة تمكن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردا في الحكومة. وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مع رئيسة الجمهورية إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظل البرلمان الحالي. التقى رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميتشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في سول مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. اتفق القادة على تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات العالمية التي تشمل الحرب في أوكرانيا وبرامج كوريا الشمالية المحظورة للتسلح بحسب بيان مشترك. كما اتفق المسؤولون الثلاثة على تعزيز العلاقات التجارية بمزيد من المحادثات حول قضايا تشمل مرونة سلسلة التوريد وضوابط التصدير بالإضافة إلى الإكراه الاقتصادي. سجلت مساعي تايوان للحصول على دعوة لحضور الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية رغم تأكيدها بأن تأييد مشاركتها كان يتزايد. وقرر الاجتماع السنوي في جنيف عدم توجيه دعوة إلى تايوان لحضور الاجتماع الذي يعقد من 21 إلى 30 من مايو، حيث حثت الصين وباكستان الدول الأعضاء على رفض دعوة تايوان. في المقابل نددت تايوان بقرار منظمة الصحة العالمية قائلة إن منع الصين مشاركتها في فعاليات كيانات عالمية أمر مرفوض، مضيفة أن بكين ليس لها الحق في التحدث باسم الجزيرة. وصل مندوبون من مجموعة العشرين إلى الشطر الهندي من إقليم كشمير للمشاركة في اجتماع سياحي أدانته الصين وباكستان، حيث يعقد في المنطقة المتنازع عليها. يعد الاجتماع الذي يناقش مجموعة موضوعات مثل السياحة الخضراء يعد أول حدث دولي مهم في كشمير منذ أن ألغت نيودلهي الحكم شبه الذاتي للمنطقة في العام 2019. وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في 2023، خططت لأكثر من 100 اجتماع، حيث تأمل السلطات أن يظهر الاجتماع أن التغييرات جلبت السلام والازدهار إلى المنطقة. عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة، وذلك بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري. ناقش الاجتماع عددا من الملفات التي من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد في المرحلة القادمة، كإنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، إلى جانب إنشاء مقر للاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة. من أهم طبعا مخرجات الاجتماع اليوم هو عرض خطة الاتحاد في الفترة القادمة ونشاطه السنة القادمة، وكان أهمها هو إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري. ووافق بالفعل أعضاء السادة الجمعية العامة على البدء في اتخاذ القرارات بشأنها، والموافقة المبدئية على إنشاء الأكاديمية لتدريب القضاء في الدول العربية في مجال القضاء الإداري. وايضا وافق على تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد، لان زي ما حضراتكم شايف تم رفع جميع الاحكام للدول الاعضاء على هذا الموقع، فوافقت الجمعيه على التطوير. وايضا السنه القادمه هتشهد نقل مقر الاتحاد في مبنى مجلس الدوله بالقاهره الجديده، والبدء في انشاء ان شاء الله الاكاديميه. هي طبعا من اهم الموضوعات الحقيقه التي نوقشت في هذا الاجتماع هو مقترح انشاء اكاديميه تتبع الاتحاد، وحقيقة هذه خطوة متقدمة في سبيل تطوير العاملين بالأجهزة القضائية بالدول الأعضاء، بحيث يمكنوا القضاة والعاملين بالعمل القضائي من المشاركة والحضور في هذه الأكاديمية للمشاركة للدورات التي ستقيمها بإذن الله. طبعا هو المقترح معروض ونال موافقة
جميع الأعضاء. واليوم طبعا احنا اجتماع الجمعية العمومية ناقشت كثير من الأعمال كجدول، فكرة إنشاء أكاديمية يعني تتولى العمل الأكاديمي والقضائي والقانوني الذي هو يعتبر من أشقة الاتحاد. وأيضا بحثنا انتقال ولاية الرئاسة من دولة الإمارات إلى مملكة البحرين رئاسة الاتحاد، وأيضا تشكل المجلس أو تشكل المكتب التنفيذي للاتحاد. نظمت جامعة المنيا المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى جميع الكليات تحت الشعار بالإبداع والابتكار تحيا مصر. يضم المعرض المبتكرين من الطلاب والخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في مجالات متعددة أبرزها الهندسة والبرمجيات. تحت شعار بالإبداع والابتكار تحيا مصر، أقيم المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى كليات جامعة المنيا. المعرض يهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تبني نهج الابتكار وريادة الأعمال بين منتسبيها، والذي أصبح ضرورة في وقتنا الحاضر لخدمة رؤية التنمية المستدامة بمصر. أهداف بتاع المعرض أنا شايف أن النهاردة كانت متحققة بطريقة جميلة جدا، وواضح جدا من الإقبال ومن حجم الابتكارات اللي موجودة ومن الحماس بتاع كل المشاركين في المعرض. والمعرض كمان مستمر لحد بكرة لابناء الطلاب والطلاب الوافدين بحيث يشوفوا الابتكارات اللي موجودة في جامعة المنيا. المعرض يضم المبتكرين من طلاب وخريجين وباحثين وأعضاء هيئة التدريس وعاملين، وذلك في المجالات الهندسية والإلكترونيات وفي المجال الزراعي والاختراعات والابتكارات والبرمجيات، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة المنتجة والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والمنتجات الفنية والوسائل التعليمية المبتكرة. المشروع بتاع ده لا بيطار التعليم، هو أنا ضايف فيه لو الذكاء الصناعي في تقنية شات جي بي تي اللي هو بيساعد المستخدمين يستفسر عن أي معلومة وهو يجاوبهم. وبرضه اللي هضاف مقررات والمسدسات التكنولوجية اللي أي متعلم يدخل هيفيده اللي هيفيده في عرض المحتوى كنص كفيديو كصورة. بقدم روبوتات من ضمن روبوت المستكشف في آخر حاجة وصلت لها اللي هو ممكن يجازف يخش فيها أماكن خطرة أماكن وعرة، وهو بيتسلق اللي هو مش معمول بسيرة وبعجل، لا ده بيخطو خطوات عادي زي البشر بالظبط، ينقل خطوات يتسلق جبال يخش في مناطق مية كده وعرة. وتتم المفاضلة بين المشروعات في المعرض على أسس الابتكار ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع وخدمته مع إيجاد حلول عملية لتحدياته. استعدت مديرية الصحة بأسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 1 يوليو القادم، وذلك من خلال 112 وحدة صحية و11 مستشفى بمراكز وقرى المحافظة. تم تسجيل 1,100,000 مواطن من إجمالي 1,600,000 نسمة تعداد المحافظة. سيتمتعون بمميزات التأمين الصحي، من المتوقع أن ترتفع أعداد المسجلين خلال الفترة القادمة، حيث أن باب التسجيل ما زال مفتوحا أمام الجميع. الحقيقة محافظة أسوان واحدة من أكبر المحافظات اللي داخلة المنظومة في الفترة الحالية. احنا داخلين أو هيتطبق المنظومة في خلال 112 وحدة صحية و11 مستشفى، دول بيغطوا جميع ربوع المحافظة وبيغطي جميع احتياجات المحافظة وجميع أماكنها وعدد السكان اللي موجودين فيها. تم الانتهاء من 86 وحدة صحية واستلامهم استلام نهائي لهيئة التأمين الصحي من 112، وجاري استكمال الباقيين في 17 وحدة صحية كمان إن شاء الله خلال الأسبوعين دول هيتم استلامهم. تم انتهاء من 4 مستشفيات من 11، وفي 3 مستشفيات إن شاء الله برضو خلال الشهر ده هيكونوا اتطبقوا. ده يقدر يغطي المحافظة بشكل كبير جدا. مشاهدينا نتابع في نشرتنا الآن أخبار الاقتصاد. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة ميرنا إيهاب. لك ميرنا. شكرا لكم رجائي ونهى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا.
انطلقت بالقاهرة الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة، أكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في تعزيز دورها القومي وداعمة لكل قضايا الأمة العربية، وذلك من أجل الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن التحديات الراهنة تستدعي من الأمة العربية إعطاء العمل العربي المشترك أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أوضح الوزير في كلمة مصر التطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات تعزز من مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة وتواكب تحديات سوق العمل العربي والدولي. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، وجه عدد من أعضاء اتحادات العمال والنقابات العربية الشكر لمصر حكومة وشعبا على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن جميع قضايا العمال مطروحة أمام المؤتمر لتحسن بيئة العمل العربي المشترك. نوجه التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى شعب مصر المضياف الكريم، أرض الكنانة، الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، وهي حامية، إن مصر هي حامية كل القضايا الفلسطينية، وهي التي كانت حريصة دائما على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى تحرير فلسطين. مؤتمر العمل العربي يعقد سنويا من أجل مناقشة ما يطرحه أطراف الإنتاج الثلاث، إن كان حكومات أو أصحاب عمل وعمال. هذه النقاشات تطرح من أجل موائمة معايير العمل الدولية مع معايير العمل العربية، وضع استراتيجيات. أهم النقاط التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر إن شاء الله واقع العمل والعمال في الوطن العربي، والتحديات التي يواجهها سوق العمل وكيفية التغلب عليها، والتطلع للمستقبل إن شاء الله في ظل ظروف راهنة، ظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. وأنا أعتقد أن المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة في هذا المجال لما فيه مصلحة العمل والعمال في الوطن العربي. نشارك بفعالية في هذا المؤتمر الذي يعقد في أرض الكنانة كعادته كل عام، والأمور التي تطرح يعني قضايا العمالة والتشغيل والعلاقات البينية والحوار الاجتماعي والعمالة المهاجرة ومسألة التعليم التقني والمهني، كل هذه القضايا، قضايا الضمان الاجتماعي والتأمينات، كل هذه الأمور في الحقيقة هي يعني الهموم التي تشغل بل معظم دولنا ونعاني منها كأطراف إنتاج عمال وأصحاب عمل وحكومات. في إطار استضافة مصر ممثلة في البنك المركزي للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ، بدأت مصر اليوم أولى فعالياتها في المؤتمر، حيث نظمت ندوة بعنوان حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة. ورامي محمد مراسل التلفزيون المصري في شرم الشيخ يطلعنا على المزيد. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، حيث الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لانطلاق فعاليات وجلسات الاجتماع السنوي 58 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والتاسع 49 لمحافظي هذه البنوك. نتحدث عن اجتماع يأتي خلال الفترة من 22 وحتى 26 من مايو الجاري، ويحمل عنوان عريض وكبير به العديد من الفرص تحت عنوان حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر لإفريقيا. هذا العنوان العريض جاء من خلاله العديد من الموائد المستديرة والندوات، وأيضا هناك العديد من الورش. وفي مستهل يوم الاستعدادات كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية السيد أكينومي أديسينا، تحدث خلال هذا المؤتمر حول العديد من الفعاليات والجلسات على هامش الاجتماع السنوي. تحدث عن المائدة المستديرة الخاصة بمنتدى إفريقيا للاستثمار، و
وهذه المائدة التي تعمل على طرح العديد من فرص التنمية والاستثمار في إفريقيا، وأيضا جذب المستثمرين والتنمويين خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي. أما أيضا على المستوى هامش هذا الاجتماع، هناك العديد من الفعاليات الأخرى خاصة بإدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بعد تحديد أيام سوق التي يطرح من خلالها العديد من المشاريع التنموية بالبندان الإفريقية. هذه الأيام التي تم تخصيصها خلال 8 وحتى 10 من نوفمبر المقبل بدولة المغرب لطرح الكثير من الفرص أمام المستثمرين في البلدان الإفريقية، تحديدا في التنمية المستدامة وأيضا التغير المناخي والاقتصاد الأخضر. هناك العديد من الفعاليات على هامش هذا الاجتماع الذي يطرح الكثير من الفرص أمام المستثمرين ويدعو بشكل كبير القطاع الخاص في إفريقيا لتفعيل دور أكبر من خلال التنمية المستدامة. وإذا تحدثنا عن المشاركة الكبيرة في هذا الاجتماع بأكثر من 81 دولة من خلال ممثلين سواء من القادة ووزراء المالية وأيضا محافظي بنوك هذه البلدان الأعضاء والمشاركة من ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وأيضا لو تحدثنا عن الحضور الكبير سواء من المستثمرين والتنمويين ومن يهتم بمجال الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي، نتحدث عن أكثر من 4000 مشارك خلال فعاليات هذا الاجتماع سواء من خلال الجلسات الرئيسية والفعاليات الرئيسية أو أيضا من خلال الموائد المستديرة التي تطرح الكثير من فرص الاستثمار في إفريقيا في أكثر من مجال التغير المناخي والاقتصاد الأخضر والعديد من المجالات التنموية الخاصة بالقارة الإفريقية، وأيضا من خلال أيام السوق الذي تم تحديد الانطلاق له في دولة المغرب خلال نوفمبر المقبل. هذه هي الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات وجلسات الاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك إفريقيا للتنمية. هذا هو المشهد وإليكم الكلمة. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير سوق الغاز للربع الثاني من عام 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي توقع أن يظل الطلب العالمي على الغاز ثابتا على نطاق واسع في عام 2023. كما توقع التقرير زيادة المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 4% في عام 2023، يأتي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه الزيادة لا تعد كافية لتعويض الانخفاض المتوقع لإمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا، بما يتسبب في تجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12 حتى 18 من شهر مايو الجاري. وأضافت الوزارة أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار. بذلك يصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من شهر أكتوبر لعام 2022 حتى 18 من شهر مايو الجاري إلى 5 ملايين طن بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار. صناعات جديدة تدخل القطاع الصناعي بمصر وتسعى دولة لضمها لقائمة الصناعات الاستراتيجية، ويأتي إنتاج الغازات على رأس تلك الصناعات بجنوب محافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح عدد من الكيانات الصناعية الواعدة. للمزيد نتابع بحضراتكم. المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد كانت محور جولة المحافظ عادل الغضبان، وقد شملت عدداً من الكيانات الصناعية الكائنة بها مثل مصنع الغازات الذي يقوم بتغذية مستشفيات المحافظة، ومصنع البطاطين الذي يقوم بالتصدير لعدد من الدول من بينها إسبانيا والجزائر والمغرب. احنا المصنع أنشأ هنا سنة 2017 وابتدينا عمل جاد فعلاً في 2018. كان في نشاط سابق قبل ده، وبعد كده رئيس مجلس الإدارة غير النشاط للبطاطين، والحمد لله تقريبا يعني في مجهود كويس عملنا طفرة مختلفة جدا كصناعة في مصر، واعتقد ان مصر ليها تاريخ عريق في الصناعة،
حاولنا نثبت ده والحمد لله أكدناه. محافظ بورسعيد أعلن عن قرب الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج الغازات بجنوب بورسعيد استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة. احنا حاليا دلوقتي داخل المنطقة الصناعية محافظة بورسعيد اللي فيها أكثر من 464 مصنع كلهم قطاع خاص. يعني بنشوف دلوقتي دي رسالة للعالم كله ان الدولة المصرية بتدعم القطاع الخاص. عندنا في المنطقة الصناعية 464 مصنع، النهاردة احنا موجودين في مصنع الغازات، ده مصنع استثمارات اجنبية. في اقل من سنتين شفنا الكيان ده الحمد لله طلع على وش الارض النهاردة، وان شاء الله خلال الايام القليلة القادمة ان شاء الله هنسعد من فتح هذا المصنع العظيم دوت كمصنع الغازات. يقام المصنع على مساحة 10,000 متر مربع لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة، ولأول مرة تشهد بورسعيد هذا النوع من الصناعات، ويأتي ضمن الطفرة التحديثية بالمنطقة الصناعية للمساهمة في تحقيق أعلى مستوى اقتصادي بالمنطقة. مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كما أنه سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية. ويضاف إلى ذلك أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية، وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية. الحمد لله نسبة تشغيل 100%، المصانع كلها الحمد لله زي ما حضرتك شايف العمالة كثيفة، المنتجات بتغطي السوق المحلي وتصدير. احنا النهاردة في مصنع للمنسوجات، جميع الأشكال المنسوجات المنزلية، مصنع من المصانع الكبيرة عندنا في محافظة بورسعيد، مصنع أصلاً بيغطي السوق المحلي، بيصدر لخمس أو ست دول، دول في الاتحاد الأوروبي، لأسبانيا، للجزائر، للمغرب، لأمريكا. احنا في صرح كبير من المنسوجات. فالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تضمنت صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفير صناعة محلية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، خطوة تبني عليها محافظة بورسعيد وتزيد عليها بالتأكيد على دعمها للمستثمر الجاد وتقديم التسهيلات له بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط، واستحضر الحيال محادثات سقف الدين الأمريكي ومخاوف إزاء تعافي الطلب في الصين. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.12% لتصل إلى 75.49 دولار للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 25% ليسجل 71.37 دولار. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 16% لتصل إلى 2.34 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.21% لتسجل إلى 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك بلس أن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق على المدى الطويل ويعرض النمو للخطر. وأضاف الغيث أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة بدلا من استبدال شكل من الطاقة بآخر، مشددا على أن هناك حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى رجائي ونهى. شكرا جزيلا لك ميرنا. لأخبار الاقتصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يلتقي سلطان عمان في ختام زيارته لمصر ويؤكد حرصه على مواصلة العلاقات المتميزة بين البلدين. في إطار التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير، رئيس الوزراء يشدد على البدء الفوري في مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري. غدا انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وقضايا الصناعة والاستثمار محور المناقشات. طابت أوقاتكم.
في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة. إلى الملتقى.